بينورني ويشرفني في الاستوديو الاستاذ الكبير والناقد الرياضي الكبير استاذ محمد الاوسي. يا استاذ اوسي منورنا ومشرفنا والف مليون مبروك. الله يبارك فيك يا امير. طيب حمرا وبتاع وايه الدنيا كلها حمرا. لقد احمرت القاهره زمان. الاستاذ نجيب المستكاوي الله يرحمه كان الاهلي فاز بالدار فخد عنوان مانشيت كده احمرت القاهره. فامبارح كانت احمرت مصر فعلا. كانت مصر باللون الاحمر. مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجمهور النادي الاهلي العظيم في كل مكان، مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي الذي تعب وتحمل وصمد في مواجهه عواصف عاتيه، مبروك لاعضاء النادي الاهلي، مبروك للاعيبه الاهلي وجهازهم الفني والاداري والطبي. الحقيقه واحد من اصعب المواسم اللي مرت على النادي الاهلي عبر تاريخه يعني. والحقيقه يعني تحضرني الايه الكريمه بسم الله الرحمن الرحيم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يعني حاولوا مكرا بالاهلي فانقلب عليهم مكرهم، حاولوا كيدا بالاهلي فباتوا هم المكيدون، حاولوا التقليل من الاهلي فانتصر الاهلي عليهم جميعا، تفوق الاهلي، تميز الاهلي، حاولوا ابعاد الاهلي عن منصه التتويج فوقف وحيدا شامخا يغرد يعني على المنصة رافعا درعه الواحد واربعين. هل من منافس؟ درع واحد واربعين من ستين درع يعني رقم مهول ورقم قياسي ورقم خيالي طبعا. ليرفع الأهلي رصيده من البطولات إلى 139 بطولة، رقم قياسي عالمي. 136 بطولة رقم قياسي عالمي لم يطله أي فريق في العالم. ده النادي الأهلي، دي قيمة النادي الأهلي. الأهلي بتاريخه، بقيمته، بشموخه، بمبادئه، بأخلاقياته يقدر يحقق كل أهدافه. وانتصرت المبادئ في النهاية. طبعا المبادئ انتصرت، القيمة انتصرت، الأخلاق انتصرت، الانضباط انتصر، الالتزام انتصر، البعد عن المهاترات اللي ملهاش أي لازمة. الأهلي تعرض لعواصف شديدة جدا ولكن صمد كما الجبل. يعني زي ما بيقول المثل، يا جبل ما يهزك ريح، رغم الرياح العاتية والعواصف واللي كانت حول الاهلي الا الاهلي صمد كثيرا في هذه المواجهه. عندنا كلام كتير قوي بس خلينا نروح لفاصل، بعد فاصل نرجع نكمل، يلا بينا. انا بحب احمد فتحي على المستوى الشخصي في الحقيقه، شخصيه ممتازه. نعم طبعاً. مع كرويا طبعا محدش مفيش جبار عليه، لكن كشخصيه كمان مميزه جدا. انا بحبه جدا بصراحه. احمد فتحي رمز من رموز لعيبه كره القدم في النادي الاهلي، لاعب راجل، لاعب محترم، لاعب قيمه كبيره جدا. في قامات كده يعني سواء لعبت او ما لعبتش بيكون لها تاثيرها وكل لها دورها أكيد. موجود في النادي الاهلي، بتدعم، بتساعد، بتنقل قيم ومبادئ للاهلي، بتنقل خبراتها للاعبتها. حتى بمجرد الناس ما بيشوفوهم بيتكلموا، بمجرد الناس بيشوفوهم بيتحركوا، بمجرد ما بيشوفوهم بيتصرفوا. ما هي قيم الاهلي بتنتقل بكده يعني، ما حدش بيقعد يحفظها، لكن بتنتقل من اجيال بالتصرف، بالسلوك، بقول، بموقف. ده الموقف، وده اللي بيدي الاهلي القيمه، وده اللي بيدي الاهلي التميز، وده اللي ادى الاهلي 41 درع دوري متفوقا بشكل كاسح على الجميع. دي بطوله بتاعت النادي الاهلي. انت بتتكلم في فرقه كانت في المركز ال 18 تصعد للمركز الاول وتاخد البطوله، بتتكلم في فرقه في شهر يناير كان عندها 27 بونت. المركز ال 18 بسبب مؤجلات برضه، لازم ماشي. ما انا ماشي اوكي مع مؤجلات، ما هو مؤجلات. اصل انت لما يكون فريق لعب كل ماتشاته، ما ده ضغط شديد جدا عليه. بالظبط بالظبط. انت ما هو المنافس بتاعك خد كل النقاط وخلص. صح. يعني كان 41 نقطه و27 نقطه، فهو خلاص ضمانهم. حتى لو انت عندك مباريات انت ما عندكش مضمون، هو يعني السمك بتاعه بقى في ايده، اما انت السمك بتاعك ما زال في الماء يجري، هل هتصطاده ولا مش هتصطاده؟ الاهلي صاحب النفس الطويل، الناس شككت فيه كتير جدا، الناس قللت من قدراته، الناس يعني استبعدت ان الاهلي ممكن يفوز بالبطوله، لدرجه ان نجوم كبار راهنوا على ان مستحيل ان النادي الاهلي يفوز بالبطوله. طبعا هم يعني شفنا كابتن جلال حميد قال لك انا يعني ما قلته كله بيتداول، مش عايزين نقولها، احنا بنحمل ليه كل الاحترام والتقدير. أكيد أكيد أكيد. هو توقع والتوقع خاب. يمكن حتى زميلنا الكبير الاستاذ الدكتور طارق ادور برضو كان متوقع، والنهارده منزل اعتذار يعني، وده من شيم المحترمين. انك انت بتعتذر يعني، مش بيعتذر، بيوضح موقفه يعني. طلع حتى يقول انا كنت متوقع ان الزمالك يفوز بالدوري لان المقاومات الفنيه اللي كانت موجوده في ذلك الوقت كانت ترشحه، لكن خاب توقعه. يعني اللي يراهن ضد الاهلي يعني صعب جدا ان يكسب. النادي الاهلي له ثوابت، له قيم، له اهداف. يمكن كابتن سيد عبد الحفيظ من ست شهور والاهلي بعيد قوي صح، وفرق 20 نقطه، بيقول الاهلي بطل الدوري.
والناس ناس في ناس كانت بتضحك وناس بتسخر وناس بتضرك، لكن هو كان عنده ثقه كبيره جدا. الناس استبعدت الاهلي من المنافسه اصلا، ما فيش ده استبعدوه، قال لك المنافسه بين الزمالك وبين الاهلي بره يعني. حتى ان مدير الكره في الزمالك قال لك انا منافسه بينهم، طبعا عادي جدا كل واحد يقول اللي يقوله، لكن في النهايه من يضحك اخيرا، من يكسب اخيرا، من يفوز اخيرا، هو دائما النادي الاهلي اللي رافع رايته واللي بيصدر البسمه والسعاده لجماهيره. الاهلي يا امير كما تعلم تعرض هذا الموسم لخبطات لو تعرض لها لاي فريق اخر لانفرط عقده، يعني الفريق ده كان ممكن يتبعثر نهائيا وصعب يتلم او يقوم بعد 5-6 سنين يعني. لما تتعرض لصدمات في البطولات القاريه، في البطوله العربيه، في لعيبه تمشي، في عدد غير قليل من اللعيبه مصابين، في ضغط عليك من مباريات بشكل غير عادي، لما تتضغط وتلعب 8 مباريات مثلا في شهر او في اقل من 30 يوم كل 48 ساعة، مفيش حد حتى المنافس بتاعك لما وصل يلعب كده ما عملوش كده معناه. فالاهلي ولما الاهلي طالب حتى ما نفذوش الكلام ده، الاهلي عمل كل ده، ورغم كل ده ورغم كل اللي انتوا عملتوه ده الا ان الاهلي قدر يوصل لهدفه وقدر يحقق البطوله بكل تقدير وبكل ثقه وبكل احترام، ومؤكدا على ثقه جمهوره. وعايز اكد برضو على كلمه جمهوره، هو اللاعب رقم 1 و2 و3 و4. جمهور النادي الاهلي لم يفقد الثقه ابدا. جمهور النادي الاهلي بعد ماتش سان داونز لما الاهلي لعب هنا وكسب 1-0 وقف في المدرجات يصفق لعيبه الاهلي، مشهد لا ننساه على الاطلاق. صح، يصفق للاعيبه النادي الاهلي والدوري الاهلي. شوف الجمهور بيفكر فيه. البعض انتقد الحته دي ان الجماهير سقفت لعيبه النادي الاهلي بعد هزيمه قاسيه من صن داونز، وهم ليهم كل حق، هم اكيد ما بينتقدوا بيبقى غير عن النادي الاهلي يعني. لكن في نفس الوقت في جماهير شافت ان الاهم اللي هم كانوا متواجدين في المدرجات في اليوم ده، ان الاهم ان انا نساند الفريق، خلاص بطوله مش هنبكي عليها، عندنا بطولات اخرى لازم نكسبها، والنتيجه دلوقتي ان احنا كسبنا بطوله الدوري الاصعب على الاطلاق يعني. هو ده الجمهور العظيم، هو ده الجمهور اللي بحجم النادي ده، هو ده الجمهور اللي متربي على القيمه وعلى المبدا وعلى الاختلاق وعلى الاخلاق وعلى الاحترام. الاحترام اللي هو بيصنع كل حاجه، الاحترام المتبادل بين الناس، الاحترام المتبادل. شفنا مجلس اداره النادي الاهلي اتعرض لضغوط غير عاديه، ضغوط غير طبيعيه، ضغوط يعني الله وحده يعلم بكم هذه الضغوط طبعاً. يمكن ناس كتير جدا ما تعرفش الضغوط دي اللي تعرض ليها مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب، لكن هذا المجلس صمت، لا شفناه خرج عن النص ولا شفنا الضغوط خليته يكسر قيم مبادئ الاهلي وانخرط ويخش في معارك جانبيه، ولا شفنا الضغوط ضغطت على اعصابه وخليته يطلعوا الفاظ مش كويسه، ولا شفنا الضغوط خلت اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي يطلعوا ويهرتلوا ويقولوا الاهلي سار في طريقه محترما منضبطا ملتزما بمبادئه وقيمه وده اللي بيوصل الاهلي. النادي الاهلي لما الفرقه حصل لها كده في افريقيا لم يهدم المعبد على ما فيه، لم يتم الاطاحه بلاعبين ولا حد يتكلم على اللاعبين، الجهاز الفني استمر زي ما هو، دعم، خد ثقه، خد كل الامور مشيت بشكل كبير جدا، فهي منظومه متكامله. اللاعبين برضو كان عندهم نفس القدر ونفس الرغبه ونفس الحماس في يعني الضغوط والمباريات المتتاليه، كان مأثر على مستواهم في بعض المباريات وأثر على الأداء، لكن في النهاية كانوا بيحققوا الهدف المطلوب وقدروا يصلوا في النهاية إلى لحظة الفرح، لحظة السعادة، إلى الهدية العظيمة اللي معتاد يقدمها النادي الأهلي لجمهوره كل سنة، الدوري رقم 41، والآن بدأنا مسيرة النجمة الخامس إن شاء الله بإذن الله، ومستنيين هدايا أكتر كمان من النادي الأهلي إن شاء الله بخصوص مختلف البطولات. لكن في سؤال جه على بالي كده دلوقتي يا أستاذ أوسي، من المستفيد الأكبر بتأجيل مباريات الدوري لما بعد بطولة الأمم الأفريقية من وجهة نظرك؟ هو طبعا اللي استفاد وحقق استفادة النادي الأهلي. النادي الأهلي كويس. رغم ان الهدف كان ان الاهلي يتاثر ويضار بعد البطوله، الهدف كان كده لان يعني النادي الاهلي كان بيطالب ان يلعب مبارياته قبل كاس الامم الافريقيه لاسباب كتيره جدا، عشان تاخد راحه وتريح لعيبتك وتقدر ما تعملش فاصل كبير جدا، 60 يوم ما بيلعبوش كوره بينفرط العقد يعني، الحماس بيقل، حاجات كتيره جدا بتحصل ما تعرفش ايه اللي ممكن يحصل في 60 يوم. الاهلي كان عنده اصرار شديد جدا، لكن تكاتفوا وتكالبوا واصروا على ان البطوله تتلعب، فسبحان الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يعني من كان مصرا على لعب البطوله بعد كاس الامم الافريقيه هو من تضرر، ومن فقد لاعبين مهمين جدا في الفرقه بتاعته. الاهلي يعني ظهر بشكل قوي، بشكل مميز، قدر يستريح بشكل كويس وقدر حقق نتائج طيبه، حقق نتيجه في ماتش المقاولين وخلاص انتهت البطوله يعني. طيب عايز اتكلم على عدد كبير جدا من اللاعبين، كان في تقرير معانا وحضرتك علقت على علي معلول بالتحديد، كان معانا تصريحات ليه من شويه.
قلت لي ان علي معلول احد ابرز نجوم النادي الاهلي هذا الموسم، حابب تقولي عن علي معلول وهل هو الافضل هذا الموسم فعلا مع النادي الاهلي؟ هو دايما لما بنقول لاعب ابرز او لاعب افضل او زمان اوف ذا ماتش، ده يعني لازم يكون تحتيه عنوان مهم جدا اللي هو اللاعب الاكثر تاثيرا في نتائج الفريق. كويس كويس قوي. ايه اللاعب الاكثر تاثيرا؟ اللي يكون يعني بيساهم في صناعه الفوز، اللي بيمنع فريقه انه يخسر، بيساهم في انتصارات فريقه. علي معلول السنه دي كان مؤثر جدا في فريق النادي الاهلي، يمكن سجل 7 اهداف منهم 5 اهداف على الاقل مؤثرين كانوا سبب مباشر في 3 نقاط للنادي الاهلي. صح. وفي اوقات صعبه جدا، يعني اوقات ممكن لو نفتكر ماتش طلاع الجيش الهدف اللي جابه، لو نفتكر ماتش الاتحاد السكندري لما فتح الباب، المصري جاب في المصري جاب في سموحه، يعني جاب 7 اهداف سموحه، جاب اكثر من هدف. لا كان بقول لك على في 5 مؤثرين حرس الحدود اعتقد او طلع الجيش، في 5 اهداف مؤثرين ليه كانوا سبب في 3 نقاط مباشرين. غير ان 7 اهداف اللي سجلهم وهو لاعب اصلا ليس مهمته تسجيل الاهداف، ان هو عمل اسيست، اسيست اللي سجلت اهداف ايضا 7 اهداف مؤثره، بعمل 7 اسيست برضه، يعني عمل 7 اهداف و7 اسيست، فكان لاعب مؤثر جدا، لاعب ملتزم جدا، لاعب السنه دي مستواه من اعلى المستويات وثابت جدا في الفريق، لعب 25 ماتش تقريبا، مميز جدا الحقيقه. ده علي معلول وقيمته، كان قدامه فرصه ان هو يمشي لكن هو تمسك بالبقاء في النادي الاهلي وما زال متوقع، ده الموسم الثالث ليه في النادي الاهلي، واعتقد انه مكمل مستمر وهو اضافه كبيره للنادي الاهلي. واعتقد ان منتخب تونس خسر كثيرا عندما لم يضمه ضمن صفوفه في نهائيات كاس الامم الافريقيه التي اقيمت في مصر وانتهت يوم 21 الماضي، فتحيه طبعا لعلي معلول هذا اللاعب المميز يعني. وتحيه لكل نجوم النادي الاهلي في الحقيقه اللي جابوا لنا البطوله الغاليه دي. عندنا بعض من الاحصائيات عملها لنا زميلنا العزيز عمرو فهمي خاصه ببطوله الدوري بشكل كامل والموسم السنه دي هذا الموسم الصعب، وعدد المباريات اللي اقيمت حتى الان 305 ناقص ماتش ما بين الاهلي والزمالك طبعا يوم الاحد القادم، عدد المؤجلات المباراه الوحيده اللي ناقصه الاهلي والزمالك، عدد الانتصارات 198، عدد مرات فوز صاحب الملعب 104، عدد مرات فوز الضيوف 94، عدد التعادلات 107، عدد التعادلات الايجابيه 68، السلبيه 39. عامل لنا احصائيات كتيره جدا في الحقيقه. الاحصائيات دي بتدل على شيء معين يا استاذ اوسي؟ لا طبعا، الاحصائيات طبعا بتعبر لك على نسبه التهديف اللي موجوده في الدوري، نسبه كويسه لما 728 هدف، اعتقد ان النسبه مش بطاله، مش اقل يعني اكتر من هدفين في المباراه، لما نتكلم عن 305 مباريات في 728 هدف، فده شيء جيد وشيء قوي وشيء مميز. كمان بيوضح لنا زميلنا عمرو فهمي في الاعداد برضو حاجات مميزه عن الحكام اللي اداروا مباريات، لاول مره في تاريخ الدوري المصري 26 حكم اجنبي بيديروا مباريات في الدوري المصري، وده اعتقد اثر على حكامنا بشكل واضح وشكل قوي وشكل كبير جدا. سلبيه من ضمن السلبيات، وقلل طبعا سلبيه من ضمن، مش مصر اللي تعتمد على حكام اجانب يعني، اعتقد ان احنا نقدر نطلع كفاءات تحكيميه كبيره، وعندنا كفاءات تحكيميه اذا لجنه الحكام واتحاد الكره اشتغلوا بشكل جيد وشكل مميز، اكيد هيطلع عندنا حكام كبار وحكام مميزين. ده خلى حكامنا ما يحكموش غير 3 ماتشات في دوري المجموعات، ومحدش يحكم ماتشات خالص، وفي الاخر ماتش الطرديه اللي ادوه للكابتن جاد جيشة، الماتش اللي هو الثالث والرابع اللي ملوش اي معنى، اللي ما يفرقش مع اي فريق، لان في النهايه كل فريق من دول جايزته 2 مليون دولار لا هتزيد ولا هتقل، اللي خسر كسب فعادي. فكان ماتش بالنسبه لنا لا يفرق، يعني ما خدناش ماتش في السيمي فاينل، ما خدناش ماتش في دور الثمانيه، غالبا يعني لما يكون الفريق الدوري المنظمه مش موجود فالحكم ممكن يبقى موجود من عندك، واخد بالك؟ ده ما حصلش يعني، يعني تشعر ان الثقه الداخليه والخارجيه في الحكام المصريين قلت. اتمنى ان ما حدث في هذا الموسم ينتهي تماما. كان كمان فرص، مش اللي معاه فلوس يجيب حكام اجانب واللي معهوش يعني ياخد بالمصري يعني، ماشي يعني. وشفنا حكام اجانب جم اقل من عندنا بكتير، جايين حتى من دوريات اقل من الدوريات المصريه، مستوياتهم يعني اضطر يجيب اي حكام باي شكل. وكمان التكلفه الماليه بتاعتهم، لو انفقت التكلفه انفق عليهم ما لا يقل ل 26 طاقم ما لا يقل عن 10 ملايين جنيه على الاقل، انفقت لو انفقت على الحكام المصريين اللي ما خدوش بدلاتهم تقريبا السنه دي خالص، او بياخدوها البدلات بياخدوها باثر رجعي متاخره عام، اعتقد ده هيساهم في تطوير مستواهم بدرجه كبيره جدا، هيرفع من مستواهم. عايزين نعمل منظومه للتحكيم المصري ونصل الى الحكم المصري المحترف اللي يكون على مستوى اللعيبه، اللي يكون شبعان ماديا، ما يكونش عنده شغلانه تاني مرتبط بيها ومنشغل بيها ومشغول بيها طول الوقت، يكون متفرغ للسفاره طول الوقت،
بيجهز نفسه بدنيا، بيجهز نفسه اداريا، بيجهز نفسه فنيا، بيجهز نفسه تحكيميا وقوانينيا ولا يعني كل الحاجات دي. يقدر لازم يكون عندك حكم متفرغ ويكون بياخد مقابل مادي محترم. مش معقول انت بتدي له 3 4000 جنيه واللي بيجي عندك ياخد 15000 دولار، يعني ما فيش مقارنه خالص، حرام يعني. ده حتى تجيب لي ناس احباط يعني. فاتمنى ان نرفع مستوى التحكيم زي ما رفعنا من الحاجات دي. طيب يعني دي جزئيه مهمه حضرتك فتحتها، جزئيه التحكيم بالمره. يعني عندنا الموسم الجديد نتمنى ان الامور تمشي بشكل كويس عكس الموسم اللي بيخلص خلاص بمباراه الاهلي والزمالك يوم الاحد القادم. فبالتالي في بعض التعليمات الخاصه بالقيد اللي تم اعلانها من قبل اتحاد الكره النهارده وانتقالات اللاعبين وكل هذه الامور. القائمه خلاص اصبحت بشكل رسمي 30 لاعب شاملين اللعيبه الصغيره مواليد 97 الكلام من ده، اي حد ايد اللي انت عايزه، المهم ما يتخطوش ال 30 لاعب. كمان في جزئيه مهمه قوي يا استاذ اوسي تهم كل الجماهير بشكل عام وهي خاصه باللاعبين الاجانب. عندك برضو عدد 4 لاعبين اجانب، لكن في نفس الوقت يحق ليك قيد لاعب عربي من شمال افريقيا او من فلسطين او من سوريا، لاعب واحد بس يعتبر لاعبا محليا بخلاف الاربعه يعني الاجانب. يعني المقصود لاعب سوري ولاعب فلسطيني ولاعب شمال افريقي ولا لاعب من الثلاثه؟ لاعب واحد من الثلاثه يتم قيده محليا. مش هينفع يعني على الاقل كده يبقى عندك 5 كده، 4 كمان يبقى كتير كده، هيبقى عندك 5 لعيبه اجانب يعني. مدى اهميه هذا القرار وهل هو مفيد من وجهه نظرك؟ خمسة يعني 50% من اللاعبين اجانب في الدوري المصري. لان اللي هيجيب لاعب اجنبي مؤكد ان هو هيكون لاعب مستوى عالي هيلعبه. فالخمسه يعني دول لو كانوا موجودين معاك ففي 5 لعيبه مصريين كمان. طبعا انت سيبك من حارس المرمى، ان حارس المرمى خلاص ممنوع استخدام حراس مرمى اجانب. فانت لو بتنزل 10 لاعبين عندك هيبقى بتعتمد على 5 اجانب وتعتمد على 5 مصريين. اعتقد ده يقلل من قيمه اللاعب المصري ويؤثر على المنتخبات المصريه، يؤثر على المنتخبات الوطنيه. طب يا استاذ اوسي ماشي، حضرتك بتقول ان هو يقلل من قيمه اللاعب المصري. طب احنا بنشوف دوريات في اوروبا ما عندهمش اصلا لوائح، يعني ما عندهمش الحته دي، هات اللاعبين محترفين زي ما انت المهم زي ما انت عايز يعني، المهم يكون الدوري قوي. هل ده ممكن يطفي شيء من القوة على الدوري المصري؟ أنا باعتقادي بصراحة يعني ما يطفي بالقوة بس بيؤثر على المستوى الفني يعني. ده أنا معاك هيصفي من نوع القوة، بس اللعيبة اللي أنت بتتكلم عليها دي يعني عندهم لعيبة محترفين في دوريات كتيرة بره. يعني لما تتكلم على الدوري الإنجليزي، الدوري الإنجليزي هتلاقي عدد كبير جدا من اللاعبين الإنجليزي محترفين بره أو بيلعبوا في الدوري الإنجليزي. الدوري الأسباني نفس الحكاية، الدوري الألماني، على الدوريات الكبيرة اللي هي ما عندهاش قيود كبيرة جدا زي ما هي موجودة عندنا. لكن وإن كان بعض منهم بدأ يتجه إلى عمل قيود حفاظا على المنتخبات الوطنية بعد ما ذاقوا مرارة الفشل بره، ان اللعيبه بتاعتهم بقت اقل كتير جدا من اللعيبه الاجانب الموجوده. عموما احنا لينا نظام وكل بلد ليها نظامها وليها وضعها وليها الظروف اللي تناسبها يعني. اعتقد ان احنا لو فتحنا الباب كده مفيش خالص لعيبه، كله هيجيب لعيبه، ممكن تلاقي فرق كامله من بره ونلغي بقى اللعيبه المصريين والمنتخبات المصريه. لكن هذا القرار اللي كان السنه اللي عدت اثر كتير جدا على المنتخبات المصريه في جميع المراحل السنيه في كل المستويات. ما بقاش عندنا في مراكز عندنا حتى في المنتخب الاول بتعاني بقالها يعني اكتر من 7-8 سنين زي مركز المهاجم. ليه؟ لان كل انديه الدوري عندنا في مصر بدات تعتمد بشكل كبير جدا على استيراد المهاجم الاجنبي الجاهز بدون تجهيز مهاجم او منح فرصه للاعب صاعد ياخد فرصه. فده بيأثر بشكل كبير جدا. اتمنى ان يتم تقليص هذا العدد يعني. يمكن حتى في مسابقه القسم الثاني هيبداوا من الموسم اللي جاي اللي هو 2021 هيقلصوا العدد من 4 إلى 2 لعيبه، وده مهم جدا. انت مش مطلوب منك في القسم الثاني ان تزود عدد اللاعبين الاجانب، يعني تقلله على قد ما تقدر، سواء 2 لعيبه او لاعب ماشي، لكن في الممتاز 3-4 بكثير قوي، ويكون 3 موجودين في الملعب بحيث زي ما كانت في قيود زمان. ده مهم جدا ان احنا نهتم بيه من ضمن برضو الامور الهامه هو فيما يتعلق باعاره اللاعبين. من خلال طبعا هذا القرار الخارج من اتحاد الكوره، انت ليك حد اقصى ان انت تعير 5 لاعبين، والخمس لاعبين دول بالنسبه للاعب المعار او المستغني عنه او الذي انهى عقده بالتراضي يتم رفع اسمه من قائمه ناديه، ويمكن قيد لاعب بدلا منه بحد اقصى 5 لاعبين. يعني انت اللاعب اللي هتعيره بحد اقصى 5 لاعبين بيتم رفع اسمه من القيد وتأيد لاعب مكانه مع احقيتك في هذا اللاعب ان هو معار ويرجع لك بعد. بالظبط يعني انت عندك، انت مطلوب منك تقيد 30 لاعب، فعندك 35 لاعب هتعمل فيهم ايه؟ فبدل ما ترميهم او تتصرف فيهم بشكل وانت محتاجهم او عايز تجهزهم، فتطلع الخمسه دول اعاره لاي فريق اخر وبيرفع من القائمه. لكن في النهايه بيظل انت بتمتلك حقوق ملكيه هذا اللاعب، لانك بتمتلك عقده. فده ماشي، دي خطوه مهمه جدا ان تتيح فرصه للعيبه تتنقل بشكل كويس جدا نايمه. وكمان تحديدها بخمسه مهم جدا علشان ما حدش يستولي على عدد كبير جدا من اللعيبه. ممكن واحد يجيب لك 10 لعيبه ويقعد يقير فيهم يعني. صح.
فده مهم جدا في الموضوع. واعتقد يا ريت بقى نثبت على القايمه، يعني يا ريت القايمه نثبت عليها كده سنه 30، ما نجيش السنه الجايه تبقى 25. يا ريت السنه الجايه احنا ممكن نغير في نص الموسم زي ما بيحصل. لا 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 ما طبعا لا ده ما ينفعش، يعني اتمنى ان ان شاء الله 30 لاعب هي دي القايمه الخاصه بكل نادي تستمر حتى نهايه المسابقه. ده مش نهايه المسابقه الجديده تبقى معروف، نشوف لائحه ثانيه لو انت شايف يعني الاصلح ايه. يعني انا شايف ان يعني ما ينفعش كل سنه 25 بالزبط. 30 25 بالزبط. 30 25 ايهما اصلح؟ يعني ما تجيبوا خبراء الكوره اللي عندنا في مصر ويحددوا انت محتاجين 25 لاعب ولا 30، هل ده في مصلحه الكوره المصريه ولا ضدها؟ هل ده هيفيد الانديه ولا حلل منها؟ هل الانديه اللي بتشارك في بطوله واثنين محتاجه 30؟ اه محتاجه 30 مثلا يعني، فلازم نخليها 30، بتبقى الفكره كده يعني. يعني المفروض يبقى يكون القرار مدروس لمصلحه الـ 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 الكره المصريه، مصلحه الانديه، مصلحه المنتخبات، ده مهم جدا عندنا يعني. طيب لسه كلامنا عن النادي الاهلي مخلص، ومن احد ابرز نجوم مباراه الامس يا استاذ اوسي، وبالتحديد انا عايز اتكلم عليه لانه لعيب شاف ضغوط كبيره جدا اول ما جه النادي الاهلي، هو حسين الشحات تالق في المباراه واحرز هدف اكثر من رائع بخلاف الهدف الاولاني اللي جابه من اسيست، ما فيش احلى من كده من صالح جمعه الموهوب والمؤثر اكيد في اي تشكيله. لكن رايك ايه في حسين الشحات اللي ابتدى يبان امبارح بالمهارات بتاعته المعروفه عنه؟ بص انا عندي ايمان ويقين في ربنا سبحانه وتعالى، ان الله لا يضيع اجر من احسن طبعا طبعا. مستحيل تبذل مجهود، مستحيل تجتهد، مستحيل تكون مصابر وربنا يضيع جهد، ومستحيل تكون مضحي وربنا مضحي، ويعني انت عملت حاجات كتيره جدا وربنا وانت مجتهد وانت ملتزم وانت بتعمل كل اللي عليك في الملعب، وارد جدا ان هي ممكن تقفل معاك بعض الوقت، وارد جدا انك ممكن ما تمشيش معاك بعض الوقت صح. ولكن رغم ذلك انت مصر وبتلعب وتكافح وتقاتل، بتتعرض لانتقادات شديده جدا، بتتعرض لاهانات، بتتعرض لسخريه، ناديك برضو اللي جاك بيتعرض برضو لانتقادات عنيفه جدا. كل ده تحمله حسين الشحات، تحمله النادي الاهلي، والاثنين صبروا على بعض، والاثنين تحملوا بعض، والاثنين قاتل. الاهلي كان عنده ثقه كبيره جدا في حسين الشحات، وحسين الشحات كان عنده ثقه كبيره جدا انه لازم هيوصل لمستواه المعروف، لان هو لاعب مميز، لاعب موهوب، لاعب مهاري، لاعب يقدر يصنع الفارق زي ما هو كان عامله قبل ما يجيبه النادي الاهلي. من ساعه ما جه النادي الاهلي وهو مش قادر يعمل اللي كان بيعمله ده، من ساعه ما جه النادي الاهلي مش قادر يحس ان هو لاعب مؤثر، لكن كان بيقاتل ويلعب، وما كانش احيانا بيبقى في التشكيل الاساسي واحيانا بيطلع من التشكيل من الملعب. كل ده حسين يعني استوعبه، وحسين يعني تحمله، فكانت المكافأة في النهاية من ربنا سبحانه وتعالى ان في المشهد الاخير في يوم التتويج في اليوم الجميل للنادي الاهلي. بص يعني ادي ده جون، يعني ده ما يجيبوش غير لاعب كبير كبير قوي، يعني لاعب فيه كل مهارات، ده اللاعب اللي يصنع الفارق في 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 جزء صغير جدا. جون الكوره نفسها تمتع الواحد المشاهد وهو بيتفرج، وربنا يكرمه مش هو انه يبقى كويس بس على غير الماتشات اللي فاتت، ده كمان يسجل جون ويسجل الثاني ويكون سبب في حسم الدرع بالنادي الاهلي. هو ابدع في الحقيقه في الهدف الثاني يعني، فطبعا يعني تحيه لحسين الشحات لانه لاعب موهوب، واعتقد ان هيكون له دور كبير جدا مع النادي الاهلي ان شاء الله في المرحله المقبله، والماكينه بتاعت الاهداف بتاعته هتبدا تشتغل ان شاء الله. نتمنى كل التوفيق لحسين الشحات وزملائه كلهم. بس في واحد تاني عايزين نتكلم عنه. مين؟ شناوي. طبعا شناوي نجم من نجوم النادي الاهلي الفتره دي، يعني منتخب مصر كمان نجم الابرز يعني. طبعا منتخب مصر عمل بطوله جيده وبطوله مميزه في يعني النادي صاحب الكلين شيت العالي في الدوري، مميز جدا، شفناه ازاي بيدافع بشكل قوي وشكله مميز جدا عن عرين المنتخب وعرين النادي الاهلي، ياتي في مقدمه الحراس، يعني حتى لما في الامم الافريقيه في اللعب 4 ماتشات كان في مقدمه افضل من اللي لعبوا 7 يعني بشكل كبير، وكان مميز وظهر، ولو كان كمل منتخب مصر حتى لدور الثمانيه كان هيبقى من افضل الحراس اللي موجودين في البطوله طبعا. يعني لكن حظه ان الفرقه طلعت مبكره، مع ان الاهلي كان ليه دور كبير جدا كبير، واعتقد ان هيكون ليه دور كبير جدا خلال المرحله المقبله باذن سلية. الله. السوليه الموسم ده مختلف جدا، الموسم ده حسينا بقيمه. لا السوليه بدا يعود عمرو السوليه بشكل طبعا. قوي بشكل مميز، وكل ليه الدور فعال، وكل ليه بصمه في الوسط الدفاعي بتاع النادي الاهلي، فتعتقد دي حاجه قويه وحاجه مميزه، واعتقد منطقه الوسط دي هتشتعل في النادي الاهلي السنه المقبله ويكون فيها منافسات كبيره، لا سيما بعد ما الديانج المالي اللي ضمه النادي الاهلي. أيوة ديانج طبعا عندك مميز. وعندك طبعا حمدي فتحي عمل ماتش حلو قوي حمدي فتحي امبارح، حاجه مميزه جدا يعني. وشفنا طبعا الكابتن حسام عاشور يعني لفت نظري امبارح، حسام عاشور هو لاعب طبعا نزل عدد دقائق قليل في الختام وهو كابتن النادي الاهلي، ان حسام عاشور وهو كان قاعد بره وبتاع ان لما نزل بعد ماتش بيتكلم والقناه الاهلي بتسجل معاه دموع نزلت، شفت دموع
تخيل يعني شوف بقاله فتره كتيره جدا ده لا فارق معاه ان يلعب ولا فارق معاه ان يكون في التشكيل ولا فارق معاه ان يلعب 10 دقائق ولا ساعه ولا حد ياخد مكانه، فارق معاه ان ياخد بطولات، بيتكلم عن النادي الاهلي وبيدافع عن النادي الاهلي، والنادي الاهلي رقم واحد هو النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيكسب بالناس دي. دول اللي هما اللي زرعت فيهم قيم النادي الاهلي واللي هما بينقلوها لنا دلوقتي. هو يعني رد كمان على جزئيه مهمه يا استاذ اوسي واحنا لازم نوضحها، هو اللاعب بيرد وكل اللاعبين بشكل عام بيتابعوا وكل الاحاديث اللي بتقال وكل الانتقادات اللي ممكن توجه وكل الاهانات والتصريحات الغريبه من بعض الاشخاص بخلاف زملكاويتهم او بخلاف ان هما بينتموا لاي نادي تاني، لكن هما بيقولوا تصريحات مستفزه. كل الاحترام والتقدير لكيان نادي الزمالك، لكيان اي نادي متواجد في مصر، لكن في نفس الوقت حسام عاشور بقيمته الكبيره خرج امبارح واتكلم وقال وعيط او بكى عن سعادته الضغوط اللي تعرض ليها لعيبه النادي الاهلي. واحنا في الحقيقه هنا في قناه الاهلي احنا مش مكان للقصف الجبهات والكلام من ده، يعني ان احنا ممكن ناس نستغل الفرصه زي ما الناس بتعمل ونقصف مش الجبهات، مش ده النادي الاهلي ومش دي اخلاق ولا اي منبر اعلامي بيحمل اسم الاهلي. احنا بنحلل فقط تصريحات منسوبه لبعض المنتمين لأندية أخرى مع كامل الاحترام والتقدير لأي كيان وأي نادي، ما بالك كمان كيان نادي الزمالك نادي محترم. فحسام عاشور بقيمته وقامته بيرد على هذه الأمور وهذه التصريحات المستفزة. لا طبعا يعني ده هو ده النادي الأهلي ودي قيمته ودي الأشياء، حتى لما ردوا ردوا بأدب وردوا باحترام وردوا بثقة، لأن لما الأهلي كان الأهلي ما كانش متعثر، الأهلي كان عنده عدد كبير جدا من الماتشات لسه ما لعبهاش وكان ترتيبه متأخر في الدوري، فكان هناك حالات من السخرية وحالات من الكلام غير اللائق. ما حدش رد وما حدش اتكلم وما حدش عمل هوسه وما حدش عمل ضجيج وما حدش يعني خرج عن النص. فعلا الاهلي يصنع ضجيجه ده وصوته ببطولاته هي اللي بتتكلم وباخلاق الناس، يعني لا البطوله هي الوحده اللي بتتكلم دلوقتي، ما حدش تاني بيتكلم خالص. يعني هي الرد، هي الرد، انا برد عليك انا، انت انا كلام معاك في الملعب، انت بتتكلم معايا انا كلام معاك في الملعب يعني. لكن طبعا الاهلي في عز ازماته وصعوباته بيظل محتفظا بتوازنه القيمي والاخلاقي، وفي عز فرحته بيحافظ ايضا على هذا التوازن، صح. ما بينفلتش، ده اللي انا عايز اوصله بالظبط، ما بينخرطش، ما بيسقطش، ما بيشمتش، ما بيغص، ما بيسخرش، ما بيعملش الحاجات دي كلها. الاهلي اكبر من كده، لان الاهلي كبير جدا، وفوز الاهلي يمكن الفرحه شويه الدوري ده، لان كل مصر او عدد كبير جدا كان بيقول لك الاهلي الدوري، الاهلي مش هياخد الدوري، والاهلي بعيد، والاهلي انتهى، والاهلي ضاع، والاهلي مش هتقوم الامه. الان كل كلامها لا اتغير، حتى ناس كتير جدا كانت بتهاجم في الاداره الان كلامها اتغير، كانوا بيهاجموا في اللعيبه الان كلامها اتغير، كانوا بيهاجموا في الازارت الان كلامها اتغير، كانوا بيهاجموا في سيد عبد الحفيظ، واحد من افضل مديرين كره طبعا القدم في مصر سيد عبد الحفيظ لازم يكون له دوره، لان عمل مجهود كبير، عمل مجهود كبير جدا لما تسلم الفرقه، كان الاهلي فعلا في ازمه كبيره جدا، وقدر بجهده وبمواقفه وبكلامه وبتصريحاته وبادائه ينتشل الاهلي مع الجهاز الفني ومع اللعيبه، يعني ده مهم جدا، والراجل ده لازم ياخد حقه بشكل كبير جدا. طبعا طبعا. فتحيه ليه كابتن سيد عبد الحفيظ، النادي الاهلي دي قيمته ودي اصوله ودي مبادئه اللي بيتناقلها من جيل الى جيل وبيعلمها للاجيال يعني المستقبل. طيب خلينا سريعا نقرا مع بعض كده تفاعلات النجوم على السوشيال ميديا، سواء لعيبه النادي الاهلي الشخصيات العامه بشكل عام وتعليقاتهم قالوا ايه. نبدا بالصفحه الرسميه للنادي الاهلي ونقراها سوا مع بعض، نقرا مع بعض الصفحه الرسميه للنادي الاهلي على فيسبوك، واللي نشرت عدد من الصور من احتفالات اللاعبين بالدوري بعد مباراه المقاولون، وكتبت كما عودنا كما عودناكم الدوري في الجزيره. كمان نشر المهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي على تويتر صوره ليه مع درع الدوري، وعلق صباح الخير صباح النصر صباح فرحه او فرحه اغلى دوري. ونشر طارق انديل كمان عضو مجلس إدارة النادي الأهلي صورة مع الكابتن محمود الخطيب على تويتر وعلق الدوري الأغلى ودي حقيقة. أما محمد الضماطي عضو مجلس إدارة فكتب على فيسبوك مشاعر كتير وكلام كتير جوايا، صعب بحكم المنصب إنه يتقال، لكن بفضل حاجتين لازم يتقالوا، النادي الأهلي كيان كبير وعظيم مهما أي حد حاول إثبات عكس ذلك، وجمهور النادي الأهلي هو السند والدرع والأمان واللاعب الأهم حتى وإن غاب عن المدرجات. مبروك لكل من ينتمي لكيان النادي الأهلي، جمهور وأعضاء ولاعبين وجهاز فني، على دوري مهم لإثبات الذات وخطوة أولى نحو نجمة. خلينا نقف على التويت دي، اتفضل يا استاذ. الكلام اللي قايله الأستاذ الضماطي كلام مهم جدا. شوف حتى عضو مجلس النادي الأهلي مجلس إدارة النادي الأهلي لما يطلع يتكلم بيقول بحكم المنصب، يعني أنا مربوط بحكم إن في حاجات أنا ما أقدرش أقولها، ده بيعبر على ان في كلام كتير جدا وفي ضغوطات كبيره جدا اتعرض ليها اداره النادي الاهلي، وحاجات كتير جدا حاولوا يعني
حاولوا يجروك وحاولوا ياثروا على الاهلي وحاولوا يوقفوه وحاولوا يهدموه، ما حدش يقدر يهدم النادي الاهلي، لان الاهلي هرم موجود في مصر مستحيل يهدم يعني. فده كلام مهم جدا. والنقطه الثانيه المهمه اللي اتكلم عنها جمهور النادي الاهلي، قال لك هو السند والدرع والامان واللاعب الاهم حتى وان غاب عن المدرجات. اخر جمله حتى وان غاب عن المدرجات مهمه جدا، لان حتى جمهور الاهلي هو بره بيدعم الفرقه بمنتهى القوه، ورسالته بتوصل للاعيبه الاهلي حتى لو المدرجات خاويه. في التدريبات الاهلي حتى لو ظروف منعت ان هم يروحوا برضه بيوصلوا رسالتهم. جمهور الاهلي قلنا زي ما قال الاستاذ دمطي السند ودرع وامان، وهو اللاعب رقم واحد في النادي الاهلي. فتحيه لجمهور الاهلي العظيم. اكيد كل التحيه لجماهير النادي الاهلي الكبيره جدا. كمان خلينا نروح لدكتوره رانيا علواني عضوه مجلس اداره النادي الاهلي، صوره ليها نشرتها على درع الدوري على فيسبوك، وكتبت مبروك للأهلي وجماهيره العظيمة درع الدوري في الجزيرة. كمان كتب محمد الجرحي عضو مجلس الإدارة على صفحته على فيسبوك درع الدوري في مكانه الطبيعي بالجزيرة، جمهور الأهلي العظيم هو البطل وسيبقى اسم الأهلي دائما مقرونا بالرقم واحد، هكذا كنا وهكذا سنظل برغم كل الصعوبات والمعوقات في ظروف استثنائية لموسم ربما لم يمر على نادينا الكبير على مدى تاريخه الطويل، إلا أننا فعلناها كما توقعناها، وتبقى الحقيقة الراسخة أن الأهلي سيظل دائما وأبدا فوق الجميع. اتفضل كمل يا أستاذ أوسيم. طبعا يعني الأستاذ دمطي بيركز برضو على حاجة مهمة جدا، طبعا بيركز على الجمهور كالعادة، وكل أعضاء مجلس الأهلي متفقين وكل الأعضاء متفقين على الجمهور رقم واحد، على الظروف الاستثنائية اللي مر بها النادي الأهلي، ظروف لم يمر بها الأهلي تقريبا يمكن على الأقل في ال 50 سنة الأخيرة، ما مرش بالشكل ده خالص. ما أعتقدش إنها حصلت يا أستاذ أوسيم. يعني ما حصلش إن الكل تكلم على الأهلي بهذا الشكل علشان يحرمه من إن هو يصل ويظل بطلا شامخا. الحمد لله، وقال ان الامور مرت والاهلي سيبقى دائما وابدا فوق الجميع. تمام. كمان من ضمن التعليقات الخاصه باعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، محمد سراج الدين عضو مجلس الاداره نشر صور على تويتر من مباراه امبارح في مدرجات برج العرب وعلق عليها وكتب الحمد لله وكفى الدوري رقم 41. اما مهند مجدي عضو مجلس الاداره فنشر صوره على فيسبوك من مدرجات برج العرب امبارح ليه ولبعض رموز الاهلي اللي حضرت المباراه، وعلق على قد صعوبه الموسم قد الفرحه، على قد الفرحه بالتتويج، الفوز بالدوري مش جديد علينا انما الظروف المحيطه بالفريق والكره المصريه هي اللي صعبت الامور علينا، لكن في نفس الوقت خلت المكسب طعم مختلف. الف مبروك لكل اهلاوي اصيل واقف ورا فريقه ومآمن بناديه لاخر وقت. اقرا بقى استاذ اوسي الكابتن زكريا نصف كتب ايه. يعني كابتن زكريا ناصف واحد من نجوم الاهلي المميزين، مبروك لجماهير الاهلي العاشقه، درع الدوري لا يفارق دلابه المفضل. يعني تحس ان هو في ايمان شديد عند الاهلاويه ان الدرع ده خلق ليكون في الجزيره. يعني كلام طبعا مهم جدا من كابتن زكريا. بعض لاعيبه النادي الاهلي كمان، وليد سليمان. وليد سليمان الف مبروك البطوله والدوري ال 41 يا اعظم جمهور، دايما سند لنا وسنكون محلا لثقتكم. تمام. غير وليد سليمان كمان شريف اكرامي احد نجوم النادي الاهلي كتب اول ما يمكن ان نقدمه كلاعبين لجمهور كبير نحمل معنا الاقل ما يمكن ان نقدمه كلاعبين لجماهير لجمهور كبير تحمل معنا الكثير هذا الموسم. درع الدوري في مكانه الطبيعي، اللقطة الواحد اللقب الـ41 في الجزيرة. شكرا جمهور الأهلي العظيم. كمان محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي على تويتر كتب الشناوي تعبنا كثيرا والمنافسة كانت صعبة جدا السنة دي، بس بثقتكم فينا قدرنا الحمد لله نحقق النجاح ده برغم التحديات. شكرا لجمهور الأهلي العظيم ومبروك علينا الدوري رقم 41، الأهلي فوق الجميع. رمضان صبحي، رمضان صبحي نشر على تويتر قال حد كان عنده شك يا رجاله. جمله مختصره بس بتحمل كلمات كتيره جدا. حد كان عنده شك يا رجاله طبعا، يعني رمضان عنده دايما رمضان نجم كبير يعني. نجم كبير طبعا رمضان صبحي. علي معلول كمان نشر على تويتر صوره ليه. علي معلول كتب بيقول مبروك اللقب 41 والجاي احسن ان شاء الله. تحياتنا طبعا لعلي معلول المميز. وعمر السوليه كمان كتب الحمد لله لعيبه رجاله وجمهور عظيم يستحق الفوز، يستحق الفرحه او فرحه الدوري في الجزيره.
وحمدي فتحي كمان نشر على تويتر وقال الحمد لله مليون مبروك لجمهور النادي الاهلي. ياسر ابراهيم كمان مدافع النادي الاهلي واللي ليه دور في هذه البطوله بشكل كبير وانضم للنادي الاهلي في يناير قال الف مبروك لجمهور النادي الاهلي. ايمن اشرف احد نجوم النادي الاهلي كمان احتفل باللقب رقم 41 وعلق وقال مبروك اللعيبه الرجاله ومبروك لجمهور النادي الاهلي. محمد هاني نفس الكلام قال الحمد لله الاهلي بطل الدوري. محمد محمود كمان قال رجاله مبروك لجمهور الاهلي العظيم. سعد سمير قال فريق كبير فريق عظيم اديله عمري وبرده قليل مبروك لاعظم جمهور في الدنيا ودايما النادي الاهلي مصدر استعاده دوري 41 في ظروف صعبه ولكن الرهان دايما على شخصيه البطل. مؤمن زكريا مازح حسين الشحات على تويتر وقال له المكنه طلعت قماش يا شحات ودي حقيقه بصراحه حسين الشحات طبعا عمرو جمال كمان بارك لجمهور النادي الاهلي على انستغرام وقال مبروك علينا الدوري الصعب والاصعب ليه طعم خاص ومبروك لجمهورنا. كمان اسلام محارب قال الحمد لله الاهلي فوق الجميع. حمودي كمان بيبارك لجمهور النادي الاهلي. احمد ياسر ريان محمد بركات نجم النادي الاهلي سابق على انستغرام قال تهنئه للنادي الاهلي وجماهيره بالدوري وعلق وكتب مبروك مليون مبروك لجمهورنا العظيم وللرجاله رقم الدوري رقم 41. ده فيديو لمحمد بركات خلينا نروح نشوف قال ايه بركات. مليون مبروك لرجالتنا رجاله النادي الاهلي والبطوله رقم 41 في تاريخ نادينا العظيم. مليون مبروك لمجلس الاداره للجهاز الفني مبروك لكل الدنيا ولكن اول مبروك لازم هي تتقال لجمهور النادي الاهلي اللي دايما واقف في ظهر النادي دايما واقف في ظهر لعيبته وكلنا كان عندنا ثقه حتى لو بعدنا شويه في بدايه الموسم او في نص الموسم بشويه نقط قليله قد كده احنا بنعرف نرجع نفسنا وبنعرف ازاي نرجع وازاي اللعيبه دي بتعرف تسعد جمهورها. الف 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 مليون مبروك للنادي الاهلي وجماهيره والبطوله رقم 41. احد ابرز نجوم النادي الاهلي على مر التاريخ محمد بركات يعني بصوا نجم كبير جدا طبعا يعني حتى تشوف بركات مش موجود في الاهلي دلوقتي مش لاعب في الاهلي مش مسؤول في الاهلي لكن بيتكلم بلغه ان احنا الاهلي اولاد الاهلي لاعبتنا نادينا فريقنا يعني شوف دي القيمه بتوع كل اللي اتربى في الاهلي وكل اللي عاش في الاهلي وكل اللي لعب الاهلي وكل اللي ارتدى قميص ناس كتير جدا يعني. احتفلت بفوز النادي الاهلي وببطوله الدوري. سيد معوض استاذ طبعا الكبير نبيل الحلفاوي المعلق محمد الكواليني الاعلام الاماراتي الكبير طبعا يعقوب السعدي الكابتن الكبير خالد بيوم يعقوب السعدي سريعا عشان وقتنا اعلامي كبير طبعا قال الاهلي المصري دوله الافراح والتحدي هذا اللقب بعد ان كان الاخير هذا شان الكبير مبروك للاهلي وجماهيره اللقب 41 المارد الاحمر بطل كل السنين. ناس كتير جدا في الحقيقه يعني علقت وباركت للنادي الاهلي سريعا جدا عايز اقرا كام تعليق لجمهور النادي الاهلي لازم نفرح معاهم دلوقتي ورسالتهم كمان اللي حابين يقولوها للاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني ومجلس الاداره. نبتدي بتويتر محمود قال رساله اللعيبه انهم رجاله والف مبروك عليهم البطوله. منا محمد احمد قالت مبروك 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 كتير جدا. محمود حجازي قال اهم حاجه مباراه القمه هو ده جمهور النادي الاهلي بيركز في اللي جاي على طول عندنا مباراه القمه مباراه صعبه جدا مباراه الزمالك بالظبط. دي بعض يعني التعليقات من جمهور النادي الاهلي. نروح بسرعه على فيسبوك محمود احمد الازهري قال انا الاهلي انا انا كان والحاضر انا الاسم اللي هز جبال طبعا الاغنيه اللي حضراتكم كلكم عارفينها. ولا محمد محمود قالت مبروك للرجاله اللي شرفتنا بجد بطوله من فم اسود كثيره او كثيره وفي انتظار فرحه تانية يوم الاحد باذن الله ان شاء الله. منا جمال قالت عاوزه اقول للعيبه ويا ريت رسالتي توصل كنتم ابطال وفزنا باللقب ال 41 بس اهم بطوله نفسنا فيها جمهور كجمهور هي افريقيا باذن الله باذن الله ودي فعلا بطوله مهمه جدا كلنا مستنيينها. كريم عبد الجواد كمان قال ايه؟ قال كل الشكر لمجلس الاداره اللي اتحمل الضغوط التي لم يتحملها اي مجلس قبله مبروك لكل جماهير النادي الاهلي. عيسى عبد الفتاح قال اسعدتونا شكرا يا اهلي فريق كبير فريق عظيم فرحتونا فرحه كبيره جدا 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 من جماهير النادي الاهلي. تعليقات كتيره جدا استاذ وسيم نفسنا نتواصل مع النادي الاهلي فيها عندنا حلقات كتير ان شاء الله هنتواصل فيها مع جمهور النادي الاهلي ونتواصل معاك انت كمان يا استاذ وسيم نورتنا وشرفتنا وكنت مبسوط جدا ان حضرتك كنت معانا. ربنا يخليك امير والف مبروك لكل عشاق الاهلي في كل مكان يا رب دايما افراح الاهلي مستمره ومتواصله والف الف مبروك وعقبال باذن الله ماتش القمه وعندنا الكاس وعندنا السوبر افراح الاهلي مستمره ان شاء الله. ان شاء الله بشكرك يا استاذ وسيم شكرا جزيلا زي ما قال الاستاذ وسيم كده افراح الاهلي مستمره مش هتقف عند بطوله معينه دايما عندنا
عندنا احلام وطموحات كبيره جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي ان هو يجيب لنا المزيد والمزيد من الالقاب والبطولات، وطبعا عندنا بطوله دوري ابطال افريقيا وحشتنا، ودي رساله مهمه قوي لاعيبه النادي الاهلي السنه الجديده ان شاء الله باذن الله بطوله جديده نفرح ببطوله دوري ابطال افريقيا بجانب ان شاء الله البطولات المحليه، وهو جمهور النادي الاهلي كده هو جمهور طماح في البطولات وحقه وحقهم ان هم يفرحوا. الف مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي. دي كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا، استنونا وحلقه جديده يوم السبت القادم. الى اللقاء.